بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جاي ده بدرس جديد، انك تزين سطح المكتب بتاعك وتكتب عليه بالنار لو حبيت، او تغير قائمة ستارت بتاعتك. تعرف برنامج سهل جدا وحجمه صغير. اول واحد ده رن ميتر، تاني حاجة نابالم سيت اب، تالت اديسون تو ستارت منيو. ده لو بعد ده هي قائمة ستارت، وده بتاع كتابة بالنار، وده اللي هو البيزاين بيه سطح المكتب زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا احنا هنيجي ما هنيجي نسطبه اي برنامج بتتسطب عليه لو التسريب التقليدي بتاعها، يعني مفيش اي جديد فيها. بعد ما نيجي نسطبه هالبرنامج هيفتح لنا هيدينا الشكل ده. هندوس على هنا كليك. طبعا انتم لما تيجوا تفتحوا اول مرة في قائمة هتطلع لكم، وبقف عليها هنا كليك يمين وكلمة ازالة النمط. بس ده الاهم حاجة اللي ده عندنا الاساس. هنا هنيجي ننزل لنا تحت هنا كليك يمين، من هنا نختار من كلمة انماط اللي هي ايكونز. هنختار من هنا مثلا اللي هي مثلا جوجل، هنختار عن هنا زي ما شفتوا هنا نزلت لنا هنا. هنختار مثلا برضو نمط جديد برضو اللي هو مثلا النتورك. ده هنا بيبين لك كل الاي دي بتاعك والابلود والداونلود. وهنا زي ما انتم شايفين هنا السيستم بردك اللي هو الكاش رامات والحاجه دي بردك، وهنا اللي هو الدرايفز اللي هو بتاعك السي والدي والحاجات التانيه اللي عندك. وهنا جوجل ده السيرش اللي تكتب فيه اللي انت عايزه، من هنا تقف هنا في السيرش وتكتب اللي انت عايزه. ومثلا انت مثلا في حاجة عايز تشيلها مثلا زي ما تكون هنا بتاعت النمط الاولاني، هتقف هنا كليك يمين هو اغلاق النمط. نفس الفكرة كده برضك. عايز تقفل بقى البرنامج خالص، هتقف عند السهم الصغير ده برضك كليك يمين وكلمة خروج. ده كده ده البرنامج الاولاني اللي هو ران ميتر. نيجي للبرنامج التاني اللي هو نابالم سيت اب. هنيجي نسطبه عادي برضك ومش هاخد وقت برضك في التسطيب. هيجي ننزل على سطح المكتب كده بالشكل ده. هنقف عليه نكليك مرتين. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين كده دي رسالة الترحيب بتاعته. هنا هنختار من هنا ستارت اوفر، هنكتب مثلا اي كلمة مثلا هاي. من هنا الفرق ما بين كلمة كلوز واكزيت، من هنا كلوز هنا هينزلك البرنامج بس لكن مش هيقفله، لكن اكزيت ده هيقفلك خالص. المهم احنا هنختار من هنا ومتيجي هنا شوية اختصارات ليه. من هنا هنختار ان هي هنا كلوز، وعشان نوصل لسطح المكتب العادي هنعمل هنا كنترول اف 8 زي ما انتوا شفتوا كده. كنترول اف 8 نزلت لنا البرنامج والكلمة زي ما هي ما اتشالتش. عايز تشيلها ما خالص وتقفل البرنامج خالص، هتقف هنا بعدك على السهم الصغير كليك يمين اكزيت، البرنامج اتشال والكلمة اتشالت والبرنامج اتقفل تماما.
نيجي للبرنامج الثالث اللي هو بتاع قائمة ستارت اديسون تو ستارت منيو. طبعا بعد ما نيجي نسطبه هيفتح لنا بالشكل ده. بنيجي نسطب من هنا من هنا دوت اللي هي دي شوية تطبيقات انا نزلتها فيه تبعه. بعد ما يتسطب هنزلنا بالشكل ده على الديسكتوب، هندوس هنا كليك مرتين دي هنقفلها. هو نزل من هنا تحت. هنيجي دلوقتي على قائمة ستارت، هنا دلوقتي كده اتغيرت. مثلا نفضل الايقونه دي. في ايقونات تانية موجوده فيها زي ما انا قلت لكم من هنا وريتها لكم. هنختار مثلا الايقونه دي اهو زي ما انتم شايفين كده ثابت اهي. في دي مثلا هو يعني في ايقونات حلوه يعني انا منزلها فيها اهو. وفي من عليه اللي يبقى صوت ولا على حسب. وهنا هتلاقوا بعد اللينك اسفل الفيديو بتاع اللي هو بتاع البرامج دول انا رفعته لكم، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود تحت اسفل الفيديو. بعد ما نفك الضغطة زي ما انتم شايفين كده انا عامل ان مش هتاخد وقت برضك في الفكة بتاعها بسرعة. اهم زي ما انتم شايفين كده اهم التلات برامج. بكده يكون انتهى الدرس، ورب يكون البرامج عجبتكم واستفدتوا منها ومتابعة الجريد. زوروني وعملوا اعجاب بالصفحة في البروجرام والانضمام بالجروب، ولو اي مشكلة وقفت قدامكم ولا اي حاجة تابعوني على اللينك الخاص بيه على الحساب الخاص بيه. كل اللينكات موجودة اسفل الفيديو، واعمل اشتراك حتى لا يفوتك الجديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.